يا مرحبا وسهلا مشاهدينا، رجعنا من بعد الفاصل وعدنا فقرة مميزة وضيف فعلا مميز. جلستنا اليوم من مس دبي غير مثل ما ذكرت، مس دبي اليوم بيكون مختلف بوجود الأستاذ الفنان المتألق عبد الله صالح. يا مرحبا وحياك الله. في البداية نشكرك على وجودك اليوم ويانا وأنك لبيت هذه الدعوة وكنت ضيف أكيد في برنامجنا. بالعكس هذا واجب، وهذه المؤسسة هي بيتي الثاني. أنا تربيت في هذه المؤسسة من الثمانينات، صحيح، وأنا فيها يعني قدمنا مسلسلات سواء في التلفزيون أو في الإذاعة وحتى برامج، فبالتالي ما بقريب عن هذه المؤسسة وألبي طلب في كل ما يطلبون مني إن شاء الله. حياك الله ومرحبا بك مروان. يعني أنا ما أبغي اليوم أمدحك يقول مدح في وي الشخص مذمة، ولكن أكيد أنا ما بشوفه، بشوف الكاميرا لأنه قامة فنية إماراتية اللي إحنا اليوم إحنا نفتخر فيه الفنان عبد الله صالح. يعني نشوفه في كل الأشياء الفنية نشوفه موجود وله بصمة، يمكن اليوم تخرجوا على إيده الكثير من الفنانين قبل لا يخرج فنانين من بيته، أكيد خرج كذلك من أسر إماراتية موجودة في دولتنا الحبيبة. حياك الله، واكيد فخر اليوم انك تكون موجود معنا في مس دبي. اتمنى اكون خفيف ظل عليكم. اكيد انت خفيف دائما يا ابو مروان. ابو مروان، بدايه كيف معك عام 2024؟ بدايه عام 2024، شوف يعني لو اقول لك بتستغرب ان انا احتفلت فيه في البيت بروحي، يعني صادف ان اهلي كلهم مسافرين فتميت بروحي. انا ما احب يعني تعرف الاضاءات والشوها، ما احب اجلس يعني صار التلفزيون ممكن في كبسة زر تشوف كل الاحتفالات في كل الدنيا وانت جالس مكانك ومرتاح مستانس بدون لا حيصدعك، وبالتالي وتعرف يعني يمكن هي سنة خير لنا، لكن طبعا الاخوان الجاليات الاخرى يحتفلون بطريقتهم الخاصة. نحن بالنسبة لنا يعني انتهاء يعني السنة وبداية السنة جديدة، اكيد هذه السنة بتكون سنة خير علينا كلنا إن شاء الله. بإذن الله. أبو مروان، أنت قامة من قامات الفن، أنا مو بعارفة كيف أني أوصفك، أقول الفنان، أقول الممثل، المطرب، الملحن، المؤلف، ما شاء الله عليك أنت نموذج للفنان الشامل. شكرا. يعني في كل مجال مبدع وتترك بصمة واضحة في كل المجالات. الحياة هي تعلمش ترى. ما شاء الله عليك. هي بدايتك كانت أكيد بالتدرج وتعلمت مثل ما قلت، الحياة تعلمنا كل شيء. نعم. لكن كانت لك الكثير من البصمات في مجال المسرح بين التراجيديا، الكوميديا، الدراما، التلفزيون، لكن شو الأقرب لقلبك، المسرح ولا التلفزيون؟ أكيد أكيد المسرح. المسرح هو اللي تأسست فيه وهو اللي أسسني، لكن طفين بعد هذا العمر الطويل المسرح يبغي له نفس، ما عاد ذاك النفس اللي يعني اللي كنا نعطيه قبل نحن نشتغل بروبات ويكون جهدنا مضاعف، يعني لدرجة سنة من السنين أنا كنت أشتغل عملين مرهقات، يعني عمل كان اسمه ليل الزفاف والعمل الثاني اسمه كان الملة. ليل الزفاف كنت مع الفنان سمير أحمد في مسرح آخر وكان من إخراج أخونا خالد البناي، والعمل الثاني الملة كان من إخراج أخونا أحمد الأنصاري وكان مع الفنان عايش عبد الرحمن. فكنت أشتغل بروفا في شخصية ولد نوخذة جبان، الشخصية تركيبة الشخصية والأدوار اللي نأخذها قبل فيها تراكيب، يعني مو شخصية عادية، جبان وزوج يعني حبي يعني تطلع مريلته وزوج زوج وحدة يعني كبيرة بنت تاجر بس يبغى يقول اني تزوجت، لكن هو في حقيقة جبان خواف ما يقدر حتى يدش البحر، شخصية مركبة وصعبة. بالضبط. والشخصية الثانية في العمل الثاني الملة شخصية أبو شيبة، أبورة من ولدرة منه في حجرة، وكل علاقته في الدنيا عن طريق هذه الملة اللي يحط فيها الأكل واللي يحط فيها الشاي واللي يحط فيها اللبن واللي يحط فيها الحليب. فهذا الصراع ما بينه وبين موضوع التربية وإني يعني أنا ربيتك وهذا وعطيتك وهذه أخرتك، هذا الصراع النفسي ما بين العملين، الواحد يرهق الواحد يشتغل هني يشتغل هني خلاص يوصل مرحلة الحين ما عندنا في الوقت الحاضر عندنا ما عندنا استعداد إن نأدي هالأدوار. اليوم يمكن التطور اللي موجود عندنا والحمد لله على التطور اللي موجودين اللي موجود عندنا في دولتنا الحبيبة، ولكن اليوم المسرح قاعد يتطور يوم عن يوم. احنا بنتحدث اكثر عن المسرح، ولكن اكيد المنتج حسين المناعي يقول لي نبغي نسمع صوت ابو مروان فغنيت يمي يمي يا مايا راع البحر ما لا ليش راع البحر شو سالفة البحر انا ما لا يستريح مي يمي مايا. شوف انا اول ما دخلت مجال يعني انا اول بداياتي كنت احب اغني وصارت صدفة عندي انا
من زمان في المدرسة أبو مروان يتروالي. إيه إيه بس في البدايات عقب جتني فرصة أغني قدام جابر جاسم في برنامج اسمه استديو الموافي والتلفزيون بضبي. هالكلام في السبعينات يعني، فبالتالي أنا توني بداياتي. وغنيت يومها سيدي يا سيد ساداتي، وكنت مت يعني مرتبك وايد مرتبك. إنزين. ودارت السنين في 96 سافرنا أنا وجابر جاسم الله يرحمه وسعيد القبيسي، صرنا مهرجان اللي في الأردن. وغنى جابر على المسرح الرئيسي وغنيت أنا على المسرح الفرعي. أول مرة؟ لا عقب السنين، عقب ما مرت السنين. شوفي وتلاقيت يا جابر يعني هو كان من الناس اللي تأثرت فيهم أول ما طلعت على مستوى الإمارات، وايد تأثرت فيه. خاصة أغاني ذيك الفترة كانت وايد ضربة وايد حلوة يعني، عندي مجموعة أغاني. وعشان أسمع حسين بس سام يسامعني يمي ماي لا بسامع بعطي سيدي يا سيد ساداتي هو موجود حسين مناعي القدير حسين مناعي طالب طلبه قال اليوم يكون وياكم الضيف أكيد الفنان المتألق لازم طالبنها طلبه. شوف أنا غني بغني لكن سيدي يا سيد ساداتي عشان خاطر بعد. سيدي يا سيد ساداتي سيد الخود المزايني راعني وارفق بحالاتي دامني في حبك ارهيني لا تغفل تترك مواساتي بين ناس ما تواسيني هو بكل الذوق غاياتي ولا بكل الشرب يرويني. الله 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 على هذا الصوت. سامحني يعطيك الصحة والعافية أبو مروان. أكيد هاي الغنية بعد لها ذكريات، ما بندخل في هذه التفاصيل بنخليها شوية، أكيد لها ذكريات ثانية بعد غير والله أقول قصة لها. الصدفة أنك أنت يوم تكون متعلق في فنان تبغى تشوفه وتدور السنين ويتم ترشيحك من قبل وزارة الإعلام أنك تسافر الأردن في تشارك، وعقب تكتشف أن المطرب الرئيسي وياك جابر جاسم، تعرفت عليه الله يرحمه، تعرفت عليه وصرنا مع بعض وشفت ردة فعل الجمهور الأردني ذيك الفترة لما كان يغني هو أغنية سيدي يا سيد ساداتي كانت وايد مشهورة في الأردن. حتى غزيلم في كانت عندي كل فترة جابر كانت غنية يعني منتشرة. تأثرت في بدايات حياتي جابر طبعا، أكيد عقب مطربين كثيرين أمثال عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب وعبد عبادي وغيره من المطربين تأثرنا في هذا المجال. طبعا هذا المجال استمريت مزاوج يعني مزاوج ما بين المسرح والتزامن والغناء لين 94 تركت الغناء. هي تكون جميلة في المسرح يوم تسمع المؤثرات الصوتية تكون من يعني الممثل نفسه، حتى غناء الممثل نفسه تحس انه يوصل مشاعره اكثر واقرب للجمهور. عبد الله حتى هذه انعكست علي انا في كثير من المسرحيات. يعني حتى انا عندي يعني ناوي اسوي كتاب عن تجربتي انا في الأغنية، سواء في مسرح الطفل انا كتبت ولحنت حق مسرح الطفل وكتبت ولحنت حق مسرح الكبار. يعني من ضمن مسرح الكبار في كان موال، طبعا الستايل الموال اللي انا اخذته يمكن يعني الموال العادي مثل الشله هي، فكان في عندي شله كانت يقول يا روحي 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 شوق جدر الروح خلي المدمع محملي وشراعي جروح ويا روح. كان موال في قدمناه في أوبريت وغيرها من المواويل على هذا النمط غنيته في كثير من المسرحيات. ما شاء الله عليك مروان، هاي توليفة جدا جميلة أنك تمتلك مميزات، أقدر أقول مواهب الغناء والتأليف والتلحين، فهاي ساعدتك حتى في مجال مثل ما ذكرت التمثيل التلفزيوني أو حتى عن طريق المسرح. وأنا أيضا تربيت في جمعية فنون شعبية، صح، اتأثرت حتى بالفنون الشعبية، صحيح، حتى بالأغاني الشلات. يعني أنا قبل كنت أسمع العيال وأسمع هذا، أنت تقول هاي شي يقولون كثير من الناس يقولون هاي شيء يقولون لأهالة، يعني جملة مثل أهالة، طبعا لأهالة لها كذا لحن، بس من أجمل الألحان اللي سمعتها في حياتي لما تقول يا الله لا يا الله
هي بذي ذاعل نسيم إذا أن يا الله يا وهي كلها يلا بذا إذا النسيم يذن ويبلغ العاشق هو مطلوبة. لكن لما تسمعينه من كبار السن ساعات تقول هذه الجملة اللحنية حلوة لكن شو يقولون صحيح ككلمات يتم تمديد الكلمات بالضبط. لما أنت تعيش مع في جمعية فنون شعبية تتعلم شو العيالة تتعلم شو الإيقاع الطبل يعني وايد فنون تعلمتها فبالتالي تتأثر بها بالضبط. وبعد من خلال التأثر بهاي الفنون يبين هذا الشيء من خلال التمثيل انعكست على شخصيتي انعكست على حتى على أغاني كنت أسويها لحنت وكتبت وايد أشياء من روح هذه الفنون الشعبية. يمكن أنت قاعد تذكرني بذكريات وقصة قصة أحد الأصدقاء هو ولدك يعني أحمد مال الله يعني فنان مال الله يعني كان في الفنون الشعبية وشفنا كذلك مبدع في الغناء لأنه تأثر لأنه كان معاهم في مسرح الشباب من يوم هو كان صغير وتأسس في جمعيات فنون شعبية فبالتالي أكيد بينعكس على شخصيته بينعكس على 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 الكم الخبرة اللي بياخذها من هذه الفنون أكيد وخاصة المسرح أكيد من الفنون الصعبة مو بأي واحد يقدر إنه يكون على خشبة المسرح. أنت منه وفينا مثل ما أنت قلت أبو مروان ودائما أشوفك حتى في دبي للإعلام دائما نعتبرك كزميل ويانا ونشوفك دائما ومشارك حتى في برامجنا السنيار كانت لك بصمة في برنامج السنيار السكتشز الأمور الدرامية اللي كنت حريص أنك تبرزها من خلال البرنامج. أنا طبعا أول كلمة شكر أوجهها لخليفة أبو شاب يعني هو أيضا أخونا حسين بن حيد حسين المناعي هم الناس اللي يعني دعونا لهذا البرنامج وفتحوا لنا وهذا والسنة أيضا بعد الله يطول بعمارهم أخواننا وأخونا سالم بليوحة دعوتهم لنا أن يعني نعيد نحيي الذكريات. كان يعني كان البرنامج غير وطلبهم هم أن يعني ما يبغون البرنامج بشكل عادي تعرف الأسئلة والأجوبة الأسئلة مبتقلتي يعني الناس كده ممكن بتمل. أنا بشارك بس عشان موضوع بيزات واتصل لكن وين روح يعني حتى كنت أذكرهم في برنامج شفت في دولة من دول الخليج كان في روح كان في شرطي كان في جيب هناك وكان في ناس يبيعون يولي يولي تحس أنه في فريج صحيح. هذه الحياة القديمة الناس تشتاق لها ترى يعني يوم قدم مسلسل قديم يقولون الله ذكرتونا زمان أول فبالتالي كيف لما تقدم برنامج تراثي البرنامج ساعة خل الأسئلة والأجوبة موجودة كم سؤال عندك عندك 10 أسئلة 15 سؤال إنزين عقب بين الأسئلة شو عندك عط مجال شوية يعني طرحنا موضوع أن يعني يكون في يعني في قضية في عنوان للحلقة يعني في موضوع رئيسي من خلال الموضوع الرئيسي احنا ننطلق عاد في الموضوع ننطلق بمشاهدنا التمثيلية. يعني اليوم نتكلم عن الجيران أهمية الجيران فهي أنت بتقدم معلومة للمشاهد وحتى من خلال الضيف اللي أنت بتستضيفه بتتكلم عن دور الجيران وكيف كانوا الجيران وكيف اليوم وكيف المسائل هذه بينما هناك أيضا مشاهد تمثيلية بعد عن الجيران قد شوي تطلعك من حالة الرتابة أو حالة الملل اللي أنت فيها تشويق أكثر حماس أكثر تضحك شوي وقضية بعد اجتماعية نقدر نقول بالضبط. فبيكون موضوع حتى تثقيفي غير أنه موضوع مسابقات بالضبط. وجوائز بالإضافة طبعا إلى بعض المقترحات الجديدة للإخوان إن شاء الله يعني يتمنى يتقبلونها هذه المقترحات أن تكون شوية شيء جديد للمشاهد المشاهد بعد يبغي ياخذ معلومه شيء جديد عن البلاد وعن التراث. يعني يمكن انا اقول يمكن اتكلم بشكل شخصي يمكن ابو مروان عبد الله يوم بيتابع يمكن برنامج السنيار او ميثا يمكن احنا ما راح نشارك في البرنامج ولكن احنا نتابع هذا البرنامج نبغي نعرف المعلومات التراثيه الموجوده ولكن المشاهد اللي قمتم فيها انتم من خلال اكيد سنوات سابقه اضافت اشياء جميله كنا نحس انه هو مسلسل احنا لازم نتابعه يوميا شو راح يقولون شو اللي راح يسوون فهذا اللي خلى في متعة أكيد في البرنامج بالضبط يعني وممكن تتخلق ترى يعني الأسئلة والأجوبة بتي من خلال حتى المتعة يعني 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 أتذكر يعني استوت لنا عم تول بعض المواقف الجميلة ذيك الفترة يعني كان في أثناء التسجيل أحيانا يعني التصوير يصير ظرف من هاكي مثلا ممثل مايا وحد يصير نمشي لكن كان شغلنا كله ارتجال على فكرة ما كان شيء مسجل احلى شيء الارتجالي هي لان تعرفين نحن كنا مرتبطين بمدير الاستديو ساعات يقولنا مثلا انهي بالتالي نحن يمكن بعد ما بدينا المشهد
فنحاول يعني نقول الزبدة من المشهد، بس يعني نضفي شوية ابتسامة نسوي جو. وأنا حاولت أيضا المجموعة اللي قبل اخترناهم اللي هم الأدوار مساعدة أيضا أنا طارح أسماء جديدة إذا تم الاتفاق وياهم أيضا بيخلقون جو كوميدي. حلو هذا الجو أكيد. دائما أنت مميز بالأداء العفوي، والأدوار اللي تأخذها بمروان بصراحة أدوار مركبة وصعبة ومو تقليدية، سواء في المسرح وحتى في الدراما والتلفزيون. اليوم عندك مهمة ثانية، عندك جيل جاي في المستقبل، نحن نبغى فن الإمارات يكون فن راقي بمحتواه ورسالته الهادفة، فلازم يكون في إعداد لشباب المستقبل متخصصين في مجال الفن الإماراتي بشكل عام، سواء التمثيل على خشبة المسرح أو حتى الدراما والتلفزيون. أنت بديت من بيتك مروان الله يحفظه ويطول عمره، أكيد مروان عبد الله صالح من نقدر نقول الشخصيات اللي فعلا صار لها بصمة كبيرة في مجال الدراما والجانب الكوميدي بشكل خاص. لكن المستقبل في نقدر نقول صناعة الأفلام والمسلسلات في دولة الإمارات كيف تقرأها؟ والله شوفي يعني أنا كنت سنة من السنين متفائل جدا بظهور السينما ومهرجانات السينما اللي كانت تدعم هذه الكوكبة الكبيرة من الشباب والشابات اللي يقدمون الأفلام. لكن فيما بعد خفتت هذه المهرجانات، يعني قلت، يعني كان في مهرجان في أبوظبي، كان في مهرجان في دبي، خفت المهرجان. الحين بدينا نشوف أفلام بين الحين والآخر في السينما، أفلام إماراتية، لكن يعني تتفاوت الأعمال ما بين يعني جيدة إلى يعني حسب المحتوى أو الرسالة. شو سبب بمروان؟ هل بسبب أن اليوم إحنا ما عندنا جمعية متخصصة بالسينمائيين؟ لا لا، ما له علاقة. السبب؟ ما له علاقة. يشوف حتى قبل على أيامنا نحن أحيانا يكون أنت تاجر أو عندك مبلغ مالي وأنت عبد الله صوتك ما يسوى. بطلعك. أنا عندي بيزات. الحين نفس الشيء. في ممثلين شفنا أفلام نحن ممثلين مو بذيل الممثلين اللي نقول عنهم، بس حد دعمهم حد يقف وراهم، فبالتالي العملية مش واضحة. فأنت تقول لي جمعية هي لا يعني إذا كانت عندنا جمعية ممكن تنظم هذه الأمور من اللي يطلع ما بتنظم في صدقني. بيقولك أنا لأن الحين صايرة مثلا عندنا الحين في الشارجة جمعية المسرحيين، أنا إذا كنت عضو فيها، إذا أنا عضو بتاعها، لكن مثلا ميثا وأنت مو بعضا فيها، حتى لو ممثلين بس مو بعضا فيها، فبالتالي ما تهمكم الجمعية، خلت ترفع علينا قضية مش مشكلتنا، لكن أنا عضو أنتم، أنا ممكن أرفع قضية. صار عملية اللي بيكون عضو في هذه الجمعية ممكن يكون بيطالب حقه، لكن إذا أنت برا على الجمعية. نعم زين أبو مروان، يعني أنا سؤالي اليوم كيف تشوف المسرح الإماراتي؟ خلنا نرجع للمسرح الإماراتي لأنه أكيد نقول أم الفنون المسرح دائما طبعاً. فخلنا نتكلم عن المسرح الإماراتي، شو تشوفه اليوم؟ لوين وصلنا إحنا؟ والله شوف بقولك شغلة، وهذا رأي يعني مجرد من كل شيء، المسرح بشكل عام بخير، وأكد أنه يعني خاصة في ظل دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي المسرح مستمر. ليش؟ لأن حتى الفرق بشكل عام الدول اللي في الإمارات اللي تشارك مثلا في أيام الشارقة المسرحية هناك مبلغ دعم يقدم لهذه الفرق للمشاركة في أيام الشارقة المسرحية. فبالتالي في ظل يعني تراجع في الميزانيات من قبل وزارة الثقافة الفترة اللي طافت، فأصبحت الفرق هذه معتمدة على الدعم. عبد الله إذا ما عندك دعم ما تقدر تشتغل صح. فالدعم اللي يجينا ساعات سواء مثلا من وزارة الإعلام أو الثقافة أو حتى من هيئة دبي مبالغ بسيطة جدا يدوبك تغطي الموظفين اللي عندك بس ما تعطيك جرعة أنك يقولك الحين اعتمد على نفسك صح. سير دور لك سبونسر، نحن ما نيبلك، نحن أنت اعتمدوا على نفسكم. طيب نحن هالسنوات اللي طافت كلها متطوعين، نحن في الإدارة، أنا موجود في الإدارة حاليا متطوع، أنا ما أخذ فلوس، لكن لما تين أنت تطلبيني أنا كنص تبغين نص من عندي لا نص بعطيك بيزات طبعاً. صحيح تبغيني كممثل بيزات أكيد. أما تقولي تعال امسك أمورك الإدارية بقولك بلاش صحيح. أنا ما عندي مشكلة، لكن على أساس نقدم أعمال عشان نستمر لازم يكون عندك أول شيء مكان، عندك مسرح عندك مبنى مسرح تقدر تقدم فيه عروض، لازم يكون عندك دعم حقيقي
دعم مادي ودعم بالضبط حتى دعم مادي أكيد. سواء يعني سواء ما عني جهة معينة سواء اتحادي أو حكومي حد يدعمك صح عشان مسرحك يوقف. نحن الحين فرق ما عندنا مسرح، نحن الحين حاليا مع جمعية فنون الشعبية لكن ما عندنا كمقر في مثلا عندنا نتمنى أحلامنا أمنياتنا 2024 يكون عندنا في دبي أكثر من مسرح واحد تابع مسرح دبي الأهلي اللي في مروان واحد في مسرح دبي الوطني اللي في أنا على الأقل هالمسارح يكون فيها مسارح نعرض حق الجمهور حتى لو ندخل عقب من جيبنا مثل الأندية الأندية حين قم يستثمرون قدام الأندية يسوون لهم كوفيات ومطاعم عشان يرد لهم مبلغ نحن حتى لو يعطونا مكان نستثمره بنعتمد عقبها على نفسنا. نعم نعم يا ابو مروان يعني انا في بالي وايد اسئله ابغي اسالك ولكن يقولوا لي خلص الوقت زي. واكيد ما شاء الله عليك موسوعه فنيه صحيح. ونستحق اكيد اكثر من الحلقات ان احنا نتحدث معك وان شاء الله لقاءات ثانيه. ابو مروان كل شكر وتقدير لك على تواجدك معنا وما قصرت كفيت ووفيت يا ابو مروان. شكرا يا عبد الله. شكرا يعطيك الصحه والعافيه يا رب.